البارح كان معايا لعيب تنص النهار كان معايا لعيب هنايا ملي فتشنا على عينا ما نقلبو عليه ما صبناش ملي قطعت ياسي عينا بالقلب عينا ما فتش عينا بالعياط عرفت بانه سما في البير صافي الحمد لله نطلبوا الله يطلعوه لي من تما سالم خرج البارح مع ديك الثلاثه اختفى ما عرفنا فين مشى اكتشفنا يعني بالتليفون الدري راه في قاع البئر عيطت للسلطه المحليه وعيطت للدرك الملكي والشيخ والقاضي ووقفوا معنا الله يجزيهم بخير. المجهودات متواصلة تم تعبئة كافة الوسائل التقنية واللوجستيكية المتاحة من آليات الجرف التي تعمل على حفر جانب الثقب المائي لأنها الوسيلة الوحيدة رغم المحاولات العديدة لم تفلح ومخافة على حياة الطفل.